تعالوا بقى نروح لخبر مختلف حبتين. حاليا مصر بتستضيف بطولة افريقيا للبوتشا بصالة حسن مصطفى، والحقيقة ان في جهود كبيرة جدا ومحترمة جدا من الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي بشكل عام. تعالوا نتابع تفاصيل اكتر من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. اتفضل. هي البطولة هتقعد من يوم 2 ليوم 8، هي بطولة مؤهلة لباريس 2024. اتحاد البوتشا اتحاد نشيط جدا رغم انه مشهر مؤخرا في عهد الدكتور اشرف، بس دكتور احمد ادم عامل شغل كويس جدا فيه. هو اتحاد تابع للجنة البارالمبية طبعا لوزارة الشباب والرياضة، بنتمنى له التوفيق وانها تتعمل على صالة حسن مصطفى. والناس بصراحة يعني هنا كلهم بيشهدوا بالبطولة في تنظيمها وافتتاحها النهاردة كان رائع، وان شاء الله بنتمنى لفريقنا ولكل الفرق بالتوفيق ان شاء الله. حفل الافتتاح كان تعبير عن يعني قدرة مصر على تنظيم أي حدث رياضي سواء رياضة أولمبية أو بار أولمبية، ويمكن دي أول بطولة في تاريخ مصر للبار أولمبي يتم تنظيمها للشلل الدماغي. فده شيء بالنسبة لنا شيء مهم جدا، وشيء بالنسبة لنا يعني أنا بشعر بالفخر ان انا كأول اتحاد خاص بالشلل الدماغي يقدر ينظم بطولة قارية مؤهلة لباريس على ارض مصر. بس انا عايز بس اوضح حاجة، ان هنا اسمنا الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي اللي بيضم اربع العاب: البوتشا، كرة القدم السباعية، السباحة، العاب القوة. الحقيقة انا سعيدة جدا 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 وسط اهلنا وناسنا وحبايبنا، حاسين احنا مطمنين وهادين، وان شاء الله كل الجهود دي وكل الافراد موجودين دول ان شاء الله تعبهم مش هيضيع، وان شاء الله نشرفهم باذن الله. واحنا 10 افراد في المنتخب ان شاء الله 10 ميداليات ذهب باذن الله واكتر كمان في الزوجي والفرق، وان شاء الله باريس قادمه باذن الله. طبعا يعني دي حاجه جميله جدا ان اول مره على ارض مصر يهتموا برياضه البوتشا، وفعلا يعني حاجه انا مش قادره اوصف لك انا مبسوطه قد ايه، وان احنا على طول كنا بنمثل مصر بس بره بلدنا، فشعور بقى حلو جدا ان الدول جايه هنا في بلدنا ونمثلها. وبعدين احنا عملنا يعني اشتغلنا كتير جدا واتدربنا كتير، وان شاء الله كده دعواتكم بقى لينا لباريس على طول، افريقيا وباريس على طول، لان البطوله دي مؤهله للاولمبيكس على طول لباريس. الموضوع اقوى، الموضوع اقوى مش بس عشان كمان الدول اكتر، لا هو الموضوع اقوى لان كل حاجه بتتطور، الكور بتتطور، الكراسي، الرامبات، كل التولز اللي هم بيلعبوا بيها، يعني الموضوع بيتطور بشكل سريع جدا، ويعني اتمنى ان احنا نواكبه. وبلس بقى على ده ان البطوله دي مؤهله زي ما قلت لك لباريس 2024 تاهيل مباشر، يعني اللي بيكسب ميداليه ذهب في المسابقات بتاعه التيمز والبيرز اللي هي الزوجي والفرق دول بيتاهلوا تاهيل مباشر، خلاص هو هي جات هي سلوت يعني لباريس 2024. اكيد منافسات مهمه لينا خاصه في الالعاب الثنائيه والالعاب المجموعه، هذوما مهمه باش تخلينا نترشح حول الالعاب البارالمبيه باريس 2024 ان شاء الله. احنا فرحانين ان احنا متواجدين معاكم هنا في مصر، بصراحه الاستقبال كان جيد برشا، الاقامه مريحه، كل شيء اكسسيبل، يعني كل شيء ملائم. نشكر كل لجنه التنظيم، نشكر دوله مصر الشقيقه، احنا فرحانين بتواجدنا معكم، وبصراحه التنظيم رائع جدا والاقامه مريحه كما قلت لك، وان شاء الله يا ربي تكون الاجواء في البطوله ممتازة، إن شاء الله تكون المنافسة بيناتنا شريفة، وإحنا إن شاء الله أفريقيا إن شاء الله نكون متواجدين في باريس 2024. يعني الشلل الدماغي من الأمراض للأسف المنتشرة بشكل كبير جدا، إحنا اتكلمنا قبل كده وفقا للإحصائيات اللي كانت آخر واحدة منهم يعني حسب المعلومات اللي عندنا و2021 بنسبة تقريبا من 10 لـ11% من الأشخاص عندهم يعني إعاقات مختلفة. فأنت ممكن تتكلم يعني بنسبة 10 مليون أو حاجة زي كده يا كريم، موجود فئات مختلفة بحالات مختلفة يعني من الإعاقات. فالشلل الدماغي طبعا زي ما احنا عارفين
هو مش مرض وراثي، هو بيكون مكتسب، ودي أسباب كتيرة جدا، وتحديدا بتكون الإصابة وقت فترة الحمل أو في السنوات الأولى من حياة الطفل للأسف الشديد. يعني بيبقى اضطرابات في المخ وفي النمو المخ وحاجات زي كده. ربنا يشفي الجميع يا رب. بس فكرة هنا الإصابات دي أو النماذج اللي بتكون موجودة كده، أنت بتعطيهم فرصة للحياة مرة تانية، ومش هم بس كأشخاص، هم وعائلاتهم. لأن طبعا الأمراض اللي زي كده أو المشاكل اللي زي كده اللي بيواجهها طفل مش بيواجهها لوحده، أكيد الأسرة كمان بتبقى بتتأثر وبتبقى بتعاني بشكل كبير جدا. سنوات ماضية عانوا لوحدهم، لكن دلوقتي أنت بتتكلم الوضع اختلف، فأصبح في اهتمام كبير من الدولة، وأصبح في قوانين كمان موضوعة في الدستور عندك وفي مجلس النواب اللي دايما بيهتم أن يسن قوانين تهتم بهذه أو تخدم هذه الفئة، وده شيء يحترم بشكل كبير جدا. والمجتمع كمان نظرته ابتدت تختلف بشكل كبير، بقى فيه توعية. التنمر على الأطفال اللي زي كده وغيره كنا بنشوفها وإحنا صغيرين على فكرة في المدرسة، لكن دلوقتي ما بقاش يحصل بنفس المعدل، لأن بقى فيه توعية، بقى فيه ثقافة مختلفة. ربنا يشفيهم، وربنا يديهم كمان القدرة أن هم يعني يحققوا حاجة في الحياة. وزي ما بيتقال تاني، إعطاء فرصة للحياة من جديد دي حاجة كبيرة. فاللي إحنا سمعناه أو الخبر اللي فات ده خبر أعتقد يسعدنا جميعا أن إحنا نشوف نجاحات بهذا الشكل. ولما بنعمل كده بنكون بنديهم حقهم بالمناسبة، مش تفضل. صحيح. لا من جهة ولا من كيان ولا من مؤسسة ولا من اتحاد، ده مش تفضل، دي أبسط حقوقهم. وبالمناسبة في المقابل الناس دي زي ما دايما بنتكلم آخر فترة كمان بصفة خاصة عشان جت سيرة البارالمبيات، فكلمنا عنهم واستعرضنا مع حضراتكم نماذج كتير للأبطال دول. وكلمة أبطال مش مبالغة، احنا بنتكلم على ناس بيتحدوا ظروف قهرية صعب جدا. أي واحد من الأسوياء حتى في بعض الأحوال أو الأحيان يستحمل توم اللي الناس دي مستحملينه. والناس دي مش بس بتستحمل، دي بتستحمل وبتعدي العقبات وبتشرفنا في الآخر. فبنتمنى لهم أكيد كل التوفيق.